السعودية انطلقت المرحلة الأولى من برنامج استمطار السحب التي تضمنت جولات عدة للاستمطار على أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل. وزارة البيئة والمياه والزراعة دشنت العمليات التشغيلية لبرنامج الاستمطار الصناعي بوجود غرفة عمليات مجهزة بتقنيات إرصادية ورادارات دقيقة، وذلك بهدف زيادة معدل الهطول المطري في السعودية لتأمين مصادر مائية جديدة والحد من التصحر، وكذلك زيادة مقدرات المملكة الطبيعية ومساحاتها الخضراء وفق رؤية 2030. نشاهد معنا هذه الصور التي حصلت عليها العربية من إطلاق أولى مراحل مشروع الاستمطار في السعودية، نتابع. معنا الحديث عن ذلك من جدة المتحدث باسم المركز الوطني للرصاد حسين القحطاني. سيد حسين، حياك الله معي في نشرة الرابع. نقدر نقول الآن أنه الأمطار اللي حصلت على الرياض مثلا خلال اليومين الماضيين وكانت هي بسبب أو من نتائج الاستمطار الصناعي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة عمليات الاستمطار السحب بدأت فعليا على منطقة الرياض وأيضا منطقة القصيم، وهي مستمرة حاليا. هذه الأمور المتعلقة بكمية الأمطار الهاطلة بسبب الاستمطار تعود إلى دراسات معنية من قبل الخبراء وتحديد مستوى هذه الحالات. هذه النتائج حتى الآن تحت الدراسة. يعني الأمطار اللي حصلت في الرياض برضو كانت نتيجة الاستمطار ولا لا؟ بس حتى نفهم الموضوع، هل الإنسان ممكن يفرق بين المطر الطبيعي ومطر اللي حاصل نتيجة الاستمطار الاصطناعي؟ نعم أخوي خالد، يعني أنا كما ذكرت أن عملية الاستمطار تخضع إلى دراسات وبحوث لهذه الحالات من خلال خبراء متواجدين على الأرض في غرف عمليات، يتم من خلالها تحديد كمية الهاطل المطري أو التعامل مع هذه الحالات وإعلانها بشكل واضح فيما بعد. كيف كانت النتائج؟ حتى الآن ولله الحمد العمليات تسير بشكل إيجابي وفق الجدول الزمني المحدد لها، وفق المعايير التي تم وضعها هذه العمليات تسير وفقا للخطط المناسبة، والمتوقع إن شاء الله أن يقوم المركز الوطني للأرصاد بإصدار النتائج قريبا إن شاء الله. وش أهم النتائج المتوخاة وبالنسبة للمملكة وبعض المناطق اللي ممكن تعاني من شح الأمطار؟ نعم، حقيقة يعني أخوي خالد، مشروع استمطار السحب جاء نتيجة لأن المملكة هي واحدة من الدول الأكثر جفافاً، ولذا لابد أن يكون هناك بحث عن مصادر مائية وفرص تحسين هذا الجانب، ولهذا جاءت فكرة مشروع استمطار أو برنامج استمطار السحب الذي أعلن حقيقة بأهميته ضمن قمة الشرق الأوسط الأخضر، حيث أعلن سمو سيدي ولي العهد عدد من المبادرات من ضمنها برنامج استمطار السحب بهدف تحسين جودة مصادر المياه وأيضا كذلك زيادة المساحات الخضراء والحد من التصحر والعواصف الغبارية. وهذا المشروع حقيقة وهذا البرنامج برنامج حيوي يهدف إلى برامج التنمية المستدامة التي أطلقت في رؤية المملكة 2030. وين المناطق اللي تمت عليها هذه المرحلة من الاستمطار سيد حسين؟ نعم، حقيقة المرحلة الأولى تشمل منطقة الرياض والقصيم وحائل، والمرحلة الثانية تشمل أيضا منطقة عسير وأيضا الطائف. حقيقة هذه المراحل تعود إلى التقارير المناخية الصادرة للمركز الوطني للأرصاد بتحديد الأولويات في عملية استمطار السحب واستهداف السحب التي يمكن من خلالها زيادة الهاطل المطري. بس ليش عسير والطائف؟ عسير والطائف تشهد أمطار يعني متوسطة يمكن خلال السنة، ما أعرف أنتوا كيف تقيسوا حجمها، بس ليش تحتاج وهي الأمطار ممكن تهطل عليها بشكل طبيعي زي ما نشوف يعني؟
نعم حقيقة يعني عمليات الاستمطار لابد أن تكون في مناطق أصلا مهيئة للهاطل المطري، وهذه حقيقة واحدة من أهم المعلومات المعنية باستمطار السحب، أن عملية الاستمطار تتم في المناطق أو السحب الجاهزة للهطول المطري، وعملية الاستمطار تزيد من كمية الأمطار المحتملة في هذه السحب. شكرا جزيلا لك من جد، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني.